السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في قناة بلوست، في فيديو جديد في القناة. النهاردة معانا شرح الموقع كورسات. موقع كورسات موقع رائع جدا، يعني موقع بينضم لفئة الكورسات أو المواقع اللي هي بتعطيك دروس في الحاجات اللي أنت عايزها. زي ما أنتم شايفين يا جماعة الواجهة بتاعة الموقع أهي، هتلاقي بالرابط الموقع ده أسفل الفيديو في الوصف في الديسكريبشن تحت. برمجة، في تصميم، في لغات، في شبكات الحاسوب، في كل حاجة انت محتاجها، حتى أنظمة التشغيل. يعني اختصاصه بيبقى مثلا في أقرب للكمبيوتر والبرمجة والأمن من المعلومات والحاجة والهاكينج والحاجات دي. دي الواجهة الرسمية بتاعة الموقع. هنا مثلا تريد ان تتعلم، مثلا انت عايز تكتب رغد برمجة انت عايزها، في طبخ، في أي حاجة انت محتاجها. طبعا الموقع ده مش بيقدم لك انت الكورسات، مش بيعملها هو، لا بيجيبها لك من على النت وبيديها لك. يعني مثلا زي ما احنا هنشوف دلوقتي، مثلا لو دخلنا على برمجة، هتدوس هنا عرض المواد، هنقلك على صفحة تانية بالشكل ده. كده هيجيب لك كل لغات البرمجة اللي هو بيوفرها لك الموقع او بيدعمها الموقع، في HTML، في C++، CSS، بايثون، روبي، اي يعني حتى اندرويد ستوديو. بس فين اندرويد ستوديو؟ اندرويد اهو، هتلاقي اندرويد ستوديو، يعني حاجات كده كتير عن الاندرويد. مثلا ازاي تعمل تطبيقات اندرويد برضو في الموقع ده، برمجة تطبيقات الاندرويد وكده. ولو مثلا احنا هندخل على HTML، هندوس هنا عرض الكورسات، هيجيب لك هنا بعض الكورسات اللي هو بيوفرها لك الموقع. مقدم الكورس عبد الله عيد، ده من على اليوتيوب. يعني اغلبية الموقع، اغلبية الكورسات اللي بيجيبها الموقع بيبقى من على اليوتيوب، على اليوتيوب قصدي. ولو مثلا هندوس هنا عرض الدروس، هيجيب لك هنا عرض الدروس، يعني عرض الكورس، يعني في كذا كورس ومش درس واحد، لا ده كورس خاص مثلا بالقناة كذا، ده كورس خاص بحميد، ده كورس خاص بالزيرو ويب سكول. برضو كان دي قناة على اليوتيوب، برضو قناة كويسة جدا وهشرحها ان شاء الله في درس جاي ان شاء الله. ولما ندوس مثلا، هندوس عرض الكورس هنا، هيجيب لك هنا كل الدروس اللي على الكورس نفسه، اللي هي في اهو صفحة تانية، صفحة تالتة، التالي، يعني في كذا درس اهو. ولا مثلا احنا ندوس على بتاع دي اللي هي مدخل الى HTML، هينقلك على صفحة تانية بالشكل ده. كده مدخل HTML زي ما انتم شايفين يا جماعة، علامة اليوتيوب اهي، ده بيدل ان هو على اليوتيوب. لو انت عايز تعمل تعليق، عايز تعمل مشاركة للفيديو ده، لازم اولا تعمل حساب في الموقع. عشان تعمل حساب في الموقع تدوس هنا تسجيل او دخول، لا ندوس تسجيل، فتح رابط في علامه تطبيق جديده. يعني هقفل بس الفيديو لغايه ما يخلص. رجعت لكم تاني يا جماعه. هنا جاب لنا صفحه التسجيل، انشاء حساب جديد. مثلا هنكتب محمد الالكتروني، مثلا نكتب بروف سوفت 13 12@gmail.com، ده الايميل الخاص بالقناة بتاعتنا. هنا كلمة المرور، نكتب كلمة المرور هنا، من يفضل انها تبقى يعني حروف وارقام، ما تبقاش حروف بس او ارقام بس. نعيد كتابة كلمة المرور، ماشي. ده التحقق البشري. يعني ايه التحقق البشري؟ يعني هو بيتاكد ان انت مش برنامج روبوت ولا لا. يعني ايه روبوت؟ الروبوت ده يعني برنامج بينفذه بعض يعني المخربين في المواقع، مثلا عايزين يخربوا موقع معين، بيعملوا روبوت ويعملوا يحط اوامر في الروبوت ده ان هو يقعد يعمل حسابات كتير قوي في الموقع بهدف انه يدمر الموقع. الموقع لما بيتحط عليه حسابات كتير في السيرفرات بتتقل، في الموقع بيتقل، في الموقع بيقع. فده مجرد تحقق بسيط، تدوس على العلامة دي، اتاكد ان انت مش بتاع مش روبوت. لكن لو على التليفون هيجيب لك بقى صور وحاجات كده تختار انت منها. دوس تسجيل. تم التسجيل بنجاح، جاري تحويلك لصفحة الدخول، ماشي. خلاص احنا كده عملنا حساب في الموقع. كده انت تقدر تعلق، تقدر تعمل اي حاجة، بس هو يجيب لك هنا تسجيل الدخول. هنكتب البريد اللي احنا دخلنا منه، ايه ده، انا كتبت كلمة سر بروف سوفت 13 12@gmail.com، ماشي. نكتب هنا الباص، كده تذكرني، تذكرني يعني انت خليني على الصفحة دي، حتى لو خرجت من الصفحة ورجعت تاني خليني
يعني ماسك كلمة، خليك ماسك الحساب بتاعك ما تنساهوش يعني. دوس تسجيل الدخول، نقعد بس فيديو لغاية ما نخلص. رجعت لكم تاني يا جماعة، خلاص هو عمل اهو الايميل اهو في الموقع، ادي مشاركاتي المفضلة، ادي الايميل بتاعي، تعديل ملف الشخص، تسجيل الخروج. تقدر من دلوقتي هنا تقدر تعلق، تقدر تعمل اي حاجة. مثلا لو احنا هو هنا مثلا اعادة تحميل، هو بس بيرجع يسترخرج المعلومات تاني عشان ما في الحتة دي ما استخرجش معلومات اللي هي بتاعت الحساب بتاعنا. نقفل ليه؟ بس الفيديو لغايه ما نخلص. رجعت لكم تاني يا جماعه، زي ما انتم شايفين احنا نقدر هنا ندوس نضيف التعليق، مثلا ندوس مثلا شكرا. مثلا لو انت عايز تعمل اي مثلا استفسار في الفيديو عن اي حاجه، ممكن تدوس اضافه التعليق ومكسر الموقع هيرد عليك، او اي حد ممكن يرد عليك مثلا من اللي هم بيشوفوا الفيديو مثلا وفهموا حاجه. تم اضافه التعليق بنجاح زي ما انتم شايفين. يعني مفيش حاجة جديدة، خلاص الفيديو بتاعنا خلص لغاية كده. يا ريت تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب في القناة عشان يوصل لكم الجديد. نلقاكم في درس آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.